في تعديل نقوله بعد كده عايز اجربها اجربها. دوست اشتغل كي 0.1، بعد زمن بدا يعمل ايه في الفلاشر؟ يشغله. الفلاشر لما اشتغل كي 0.2 راح يشغل تايمر كده، كي 0.2 شغاله. بعد زمن عمل ايه؟ فصل، صح؟ تمام. هو لما فصل التايمر جرى له ايه؟ فصل، فعمل ايه تاني؟ مش مشكله، بس المشكله ان في تي 97 لسه ايه؟ لسه بعد اشاره، فلقينا الفلاشر اللي عمل ايه؟ كان زي اللي فاتت، فضل كانه شغال. تمام؟ فانا ممكن اقول له كده، اشرح تاني المشكله وبعد كده اقول لكم الحل. ثانيه بس، نقول المشكله وبعد كده نقول حل تاني. التايمر راح شغل الفلاشر. الفلاشر لما اشتغل مظبوط، حطينا التايمر فوق عشان يلحق يفصل ويلحق يشغل، صح؟ بس ما تنساش ان كيو 0.2 جرى له ايه هو كمان؟ فصل، فرجع بقى كلوز. بما ان تي 97 لسه قافل، فالحضرتك عامل ايه تاني لوحده؟ فالفلاشر بقى غريب، بقى ثابت، بس هو لا عمال يشتغل بسرعه. انا ممكن اعمل طريقه ثانيه، اقول له طول ما الميركر ام 02 شغال انت لازم أن تكون ايه؟ مطفي. كده معناها ايه؟ ده اشتغل. اول ما طفى هو كان ناوي يرجع يشتغل تاني، اللي كله بقى كلوز، بس قال له معلش ما دام الميركر شغال دلوقتي انت ممنوع تشتغل. لما الميركر يطفي ارجع اشتغل تاني. اوكي؟ التايمر الاضطرار في البي ال سي ده الشكل بتاعه. برضه للريزوليوشن هتلاقي هنا مكتوب تنر، هنا مكتوب مثلا ايا كان بقى الملي سكند حسب الاسم. عامه مثلا هو ليه جدول، الجدول هتلاقيه على النت على على على, على الهيلب. لو كتبت تي زيرو هو اوتوماتيك هيفهم ان هو شغال بالواحد ملي سكند. هنا البريسيت تايم اللي هي القيمه المسبقه اللي عندها هيدي اكشن معين. هنا الانبوت بتاع التايمر نفس الكلام، هدوس على الاي 0.1 زيه زي الاون ديلي بالظبط، يبدا يعد، هيعد الزمن اللي انا كاتبه له 3000 معناها 3 ثواني. يبقى ادوس بعد 3 ثواني النقطه التي 0 الاوبن هتبقى كلوز، والنقطه التي 0 الكلوز هتبقى اوبن. طب يفرق فيه عن الاون ديلي؟ ما الاون ديلي كان بيعمل نفس الحركه. الفرق الوحيد ان انا لما اشيل ايديا التايمر ده هيعمل ايه؟ هيثبت بوز، هيقف. يعني ايه؟ انا دوست عد واحد اثنين شلت، واقف عند كام؟ اثنين، لسه ما عداش الثلاثه فلسه زي ما هو. هدوس هيعمل ايه؟ ثلاثه اربعه خمسه سته، شلت ايدي واقف عند سته، فضل محتفظ بالتغيير لان هو معدي الثلاثه. عشان كده ده ما بيفصلش عن طريق ان انا اشيل ايديا. يعني بيحتفظ بقيمته، اي حاجه في البي ال سي بتحتفظ بقيمتها لازم يتعمل لها ايه؟ ريسيت. عشان كده التايمر دوت ليه حاجه اسمها ريسيت. مثلا الاي 0.0 ريسيت تي مين؟ تي 0 لوحده ولا في حد تاني معاه؟ لوحده، مفيش غيره اساسا. لو كان البرنامج بتاعك فيه تي 0 وتي 1 كنت هعمل هنا 2 مثلا. تمام؟ يعني لو هنرسم له الدياجرام هيبقى الدياجرام بالشكل ده. اي 0.1 دوست، اول ما دوست التي 0 التايمر بدا يعد، شلت ايديا ثبت احتفظ بقيمه ما نزلش لزيرو. دوست تاني بدا يكمل عد. لو انا كنت ظبطه على 3 مثلا، هو هنا جه عند 2500، هنا واقف عند 2000 مثلا و800، يبقى هنا هيبدا من 2800. عند الثلاثة يروح مغير وضع الكونتاكت، كأنه اون ديلي بالظبط. ادوس تاني يكمل تاني وهكذا. الحل الوحيد عشان خاطر يرجع لزيرو ان انا اروح عامل سيجنال اسمه ريسيت اللي هو مرسوم في البرنامج هنا، واروح قايل له بلصايه كفايه. هنا يروح راجع لزيرو. لما يرجع لزيرو يبقى الكونتاكت هيرجع زي ما كان برضه. لا اصلا لو هو فضل زيه زي الاون ديلي، هيحتفظ بحالته مش هيفصل. اثنين وثلاثين ألف حلو تمام. لا يقف، يقف ما يسافرش لوحده، سواء الاون او التونر الاثنين بيحتفظوا بقيمتهم. يجي عند رقم بتاعه يقف ما يسافرش. التالت عشان يسفر اشيل وادوس تاني، ده عشان يسفر اشيل وادوس له ريسيت. تمام؟ تطبيق عملي كده كفكره بالنسبه للتونر ايه؟ التونر دايما يعني هي يعني هقول لك الفكره ومش صح لان عمليا فيها مشاكل ممكن تحصل. ايه هي؟
في مثلا بروسيس يقول لك ايه، انا همشي السير دوت لمده 5 ثواني واروح قاطع مثلا، او لو بعمل مثلا منتج معين كيكه، انا كل مثلا حته قد كده يعني تقريبا نص ثانيه، كل نص ثانيه اروح موقف السير ويقطع، نص ثانيه يوقف ويقطع، لان الكيكه بتيجي تعمل مش بيعملها قطعه، ده بيعملها بطول خط الانتاج وبعد كده بيقطعها بعد ما تستوي وكل حاجه، فاهم؟ بيقطعها عشان يعبيها بس على طول. فيقول لك بدل ما اعملها بتايمر تون اللي هو الاون ديلي، ممكن وهي بتتحرك النور يجرى له ايه؟ يقطع. لما النور يرجع هيبقى عامل ايه؟ هيبدا من الزيرو، الاون ديلي، الاون ديلي هيبدا من الزيرو، فتلاقي الكيكه بقت في كيكه طويله وكيكه قصيره، صح؟ لان في واحده النور قطع في النص فراح بدا من الاول. لكن دوت بيكمل يعني، لو مشي حته معينه من الكيكه وراح النور قطع، لما النور يرجع عامل ايه؟ هيكمل الحته اللي فاضله، مش هيبدا يعد مثلا 20 سم جداد. لو بتملى يعني دي برده نقطه، لو انت بتملى مثلا جالون بتاع غرة بتملاه بالتايمر، في عيب لو المكنه وقفت في النص، لو بالاون ديلي انت عارف انك بتملى الحته 900 جرام مثلا في 5 ثواني، لو النور قطع عند 500 جرام، لو اون ديلي لما يرجع هيبدا كانه 900 جرام جداد، لان هو بيكمل زمن، بيعيد زمن من الاول. لكن التونر هيبقى عامل ايه؟ هيكمل الحبه اللي فاضلين. الكاونترز في البي ال سي 3 انواع، سي تي يو، سي تي دي، سي تي يو دي. السي تي يو اللي هو بنسميه الكاونتر اب، كاونتر اب يعني عداد تصاعدي، والسي تي دي اللي هو الكاونتر داون اللي هو العداد التنازلي، والسي تي يو دي اللي هو الكاونتر اب وداون في نفس الوقت، كاونتر اب اند داون. اهم 3 معلومات اهم من الكاونتر نفسه في البي ال سي، انك لازم أن تبقى عارف ان الكاونتر شغال بالصفات دي، انتجر وورد ساين، زيه زي التايمر بالظبط. انا لما كنا اتكلمنا على التايمر قلت لحضرتك هقنعك ليه التايمر برضه بيعد انتجر. في حد عارف ليه ولا لسه؟ ان التايمر ما بيعدش كسر، مع ان في حاجه اسمها سنتين ونص وسنتين وربع. ها؟ ايوه ليه؟ يعني احنا قلنا ان التايمر بيعد انتجر، وساعتها قلت لك هقنعك كمان شويه مع ان سنتين ونص مش هنحط فيهم علامه. لانه شغال بالملي او بالعشرة او بالمية. سنتين ونص في الملي سكند 2500، ما كتبناش كسر صح؟ فايه الفكره؟ عشان كده لما قلنا ان التايمر بيشغل انتجر الناس اتخضت. بس عشان في ريزولوشن فطلع صح. سنتين وربع يبقى 2250 وهكذا. طبعا في الكاونتر مش محتاجه اقنعك بيها، لان معروف ان الكاونتر لازم أن يعد ارقام صحيحه، صح؟ جت ازازه، جت كرتونه، جت كرتونتين راكبين فوق بعض، هو بيعدهم 1 2 3 وهكذا. وورد دي الميموري اللي بيعد عليها، سايند دي الطريقه اللي بيعد بيها، كاين يعني بالسالب او الموجب. يعني اقصى قيمه ممكن تتكتب في الكاونتر واصغر قيمه ممكن تتكتب في الكاونتر هم دول، زائد 32,767 او ناقص 32,768، تمام؟ دول القيم اللي بيتكتبوا جوه الكاونتر. يعني ممكن اعد اقصى قيمه بالموجب اللي هي دي، او اصغر قيمه بالسالب اللي هي دي. عشان كده لو جيت اعمل برنامج وقلت له عايز اعد مثلا 32,768 ايرور، هيديني ايرور مش هيرضى، هيقول لك لانه اوريدي البي ال سي بيعد على الميموري اخرها الرقم ده، فما اقدرش اعد اكبر من الرقم ده، وما اقدرش اعد اصغر من الرقم ده. لو حبيت هنشوف احنا لما ناخد الميموري المره اللي جايه او اللي بعديها حاجه اسمها الفاريبل، احنا نعمل كاونتر عمول. اوكي؟ الكاونتر الاب شغال زي موضوع الكاونتر، هيبقى سهل للكل لان هو ما فيهوش حاجه. يعني الكاونتر اب بيعد تصاعدي 1 2 3 4 5 مثلا وهكذا. الكاونتر الداون بيعد تنازلي، لو هبدا من 5 يبقى هيعد 4 3 2 1 0. الكاونتر الاب داون يقدر يعد اب ويقدر يعد داون في نفس الوقت، ونقول ابلكيشن لكل واحد فيهم. مثلا ناخد اول واحد اللي هو الكاونتر الاب، ده الشكل بتاع الكاونتر. طبعا كاونتر اب يعني سي تي يو، سي تي يو بيعمل كاونتنج اب، بيعد تصاعديا. ما دام الكاونتر لازم يكون بيحتفظ بحالته، صح؟ اكيد، يا اما هدوس دوسه يعدها واحد، تيجي كمان كرتونه هيفكرها برضه واحد، صح؟ فما دام بيتعمل له بيحتفظ بقيمته لازم يكون ليه ايه؟ ريسيت. القيمه بتاعته اسمها بريسيت فاليو، فالتايمر كان بريسيت تايم عشان زمن، هنا بريسيت فاليو.
مثلا بالمره يعني مسميات الكاونتر في السي بي يو القديمه اللي هي السي بي يو 214، كان الكاونتر الاب بيتسمى من اول 0 لغايه 47. في نفس السي بي يو الكاونتر الداون مش موجود اساسا، في نفس السي بي يو الكاونتر الاب داون من اول 48 لغايه 127. في السي بي يو الجديده اللي هي السي بي يو 214 224 سوري، سواء الكاونتر الاب او الكاونتر الداون او الكاونتر الاب داون من اول 0 لغايه 255. اسهل حاجه بالظبط. تمام، في حد مش فاهم المسميات ماشيه ازاي؟ اوكي، طبعا ما ينفعش في ايا كان نوع السي بي يو ان انا اكرر الاسم مرتين، مش هيحصل. زي في التايمر ما كانش ينفع يكون في مرتين تايمر تي 32. طيب مثلا تعالى نعمل برنامج، انا هحط مسميات تنفع مع الاثنين سي بي يو. مثلا سي 5 ده موجود جوه الرينج بتاع القديمه وموجود جوه الرينج بتاع الجديده. الاي 0.1 هو المفتاح اللي هيبعت بلسات اب، اللي هو في الحقيقه ممكن يكون ايه الاي 0.1؟ ها لا ما ها ليه سويتش الكرتونه بتخبط فيه بيعد، او سنسور فوتو جيل يعدي قدامه حد يعد 1 2 3 وهكذا. اللي بيعمل ريسيت ممكن يكون مفتاح، حاليا نحط مفتاح عادي اي 0.0، بس في الواقع ممكن يكون جزء من المكنه. يعني ايه؟ انا بقول له شغلانتك ان انت تحط كل 12 ازازه في كرتونه، لما يخلص ال 12 لازم يعمل ايه؟ عشان يعد 12 جداد، يا اما هتلاقيه بيكمل 13 14 15 يبقى كده الدنيا كلها باظت. فغالبا بيكون الريست، او مش غالبا، الصح ان يكون حاجه اوتوماتيك. وبعد كده ما يمنعش ان يكون في الاي 0.0، عشان لو حصل حاجه ولسه ما كملش 12 في كارثه عايز اوقف المصنع، هستنى لما يخلص 12 عشان يوقف من نفسه، انا اوقف كله اوتوماتيك. فحاليا هنجربها كلها بمفاتيح، وبعد كده ممكن تبقى جزء في البرنامج. البريست فاليو مثلا 3 مرات، يبقى بعد 3 بلسات 3 اب هيروح عامل ايه؟ النقطة الاوبن اللي اسمها سي 5 هتبقى كلوز، والنقطة الكلوز اللي اسمها سي 5 هتبقى اوبن. يعني كي 0.1 هتشتغل وكي 0.2 هتطفي. تمام؟ لو خلصت الجزء دوت ممكن ارسم الدياجرام بسرعة. ماشي. لو انتم متخيلين ومش محتاجين الدياجرام ماشي زي ما انتم عايزين، كده كده موجود في الكتاب. يعني ممكن اعمل كده، لو معاكم كتاب، معاكم كتاب ولا لا؟ افتحوه وبص معاكم، لو حد تاه نشرحه، ولو كله واضح يبقى نكتفي باللي في الكتاب عشان نبدا نطبق عليه. موجود صفحه كام؟ لا 100 ثواني. طيب ميس تصميم ماشي. ايه؟ في امر يخليني اقرا لكام كاونتر او حتى كام دلوقتي. ما انت مش انت في التايمر لما كنت قايل بروجرام ستيتس كان بيجيب لك يقول لك ثانيه اثنين ثلاثه، هنا نفس الكلام. وفي حاجه احنا خدناها على فكره، هي سن صفحه دي ملهاش اي لازمه غير ان هي تجيب لك القيم اللي هي ستيتس تشارت، صح؟ حتى ممكن نجربها النهارده على طول مع تايمر ومع كاونتر. طيب ممكن حتى البرنامج اللي انتوا عاملينه على البي ال سي بتاع شرطه المرور، انت عملته ولا لا؟ سيفوه ما تمسحوش. اوكي؟ يعني واللي مسحه يعمل له ابلود، يسحبه يسجلوه، عشان ممكن قدام شويه نبقى عايزين برنامج طويل نعمل عليه حاجه، فيبقى بالمره ده موجود. اوكي؟ في الجزء الاولاني صفحه 176. امسك يا باشمهندس. بص فيه بقى هتلاقي الدياجرام معمول. المفتاح مثلا بتاع الستارت اللي هو مفتاح كام؟ اي 0 مش مشكله، اي 0.0 ده مفتاح الستارت مثلا. اوكي، دوست بلصايه راح الكاونتر تحت عمل ايه؟ سي 44 عمل ايه؟ عدى عدايه صح؟ 1. دوست كمان بلس عدى 2، بلس 3 وهكذا. احنا ظابطينه على كام؟ على 4. فمن عند 4 اخر نقطه تحت جرى لها ايه؟
الجزء الاولاني مش الجزء الثاني يا باشمهندس. الجزء الثاني الاولاني مش الثاني، ده الجزء الثاني. في الجزء الاولاني عند 4 راح مغير وضع الكونتاكت صفحه 176. ثانيه ايه بالظبط اللي هي بنسميها الايدج، الاب ايدج. تاني دوست على الاي 0.0 اللي هو الاب، دوسه 2 3 هتلاقي الكاونتر تحت سي 44 عمال يعد 1 2 3 وهكذا. انا ظبطت على 4، فمن اول الدوسه الرابعه راح اغير وضع الكونتاكت. صحيح دوست تاني 5 لكن هو فضل محتفظ بالتغيير، 6 7 محتفظ بالتغيير. ان شاء الله لو دوست لغايه 32767 دوسه هو كده كده محتفظ بالتغيير بتاعه. الحل الوحيد عشان المفتاح يفصل لازم اعمل البي ال سي ايه للكاونتر، اعمل له ريسيت. عملت ريسيت للكاونتر رجع لزيرو فالمفتاح فتح تاني. الكاونتر الداون بالنسبه للكلمات دي، الكلمه دي اسمها كاونتنج اب، كلمه دي كاونتنج اب العد التصاعدي. ريسيت بريسيت فاليو القيمه المسبقه. الكاونتر الداون مثلا ممكن نحتفظ بنفس المفاتيح، نغير بس اسم الكاونتر خلاص. طبعا ده مش موجود في السي بي القديمه، مثلا سي اي حاجه 200 اي حاجه مش موجود في السي بي القديمه كده كده كاونتر الداون. في الاس 7 300 عمل كده، قال لك اكتب اي اسم وخلاص. على فكره هي مش عيب، هي الراجل اداك ميزه، اداك ريزوليوشن. في الاس 7 300 عمل حاجه اسمها الاس 5 تي شباك. اس 5 تي شباك لها اسم كده بتاع سيماتيك، سيماتيك اس 5 تي شباك ده الاكستنشن بتاع التايمر في الاس 7 300. قال لك سميه اي اسم بس ما تنساش وانت بتكتب القيمه اكتب جنبيها 3 اس يبقى 3 ثواني، 3 ام اس يبقى 3 ملي سكند. ف 300 احسن عادي. انا يعني ظهرت الميزه في 300 لما 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 جيت 300، لكن قبل كده كان بالنسبه لنا زي الفل يعني. سي 200 سي 200. الكاونتر الداون ما يفرقش اي حاجه عن الكاونتر الاب، هو كده كده الكاونتر بيعد عدات، عدهم تصاعديا عدهم تنازليا، في الاخر الخمسه هي خمسه. يعني لو مثلا بنعمل برنامج بقول له اللي كنت بتكلم فيه بعد 5 ازايز زق اي حاجه، واحد عدهم 1 2 3 4 5 كده 5، الثاني عدهم 4 3 2 1 0 كده كده برده كام؟ 5، ما فرقتش اي حاجه. عشان كده الكاونتر الداون اللي مش موجود في السي بي القديمه انا بالعكس بعتبرها ميزه، يعني ان هو ضحك عليا حط لي ملوش اي لازمه. مفيش اي فرق ما بين الاب والداون غير الواحد بيعدهم تصاعديا والثاني بيعدهم تنازليا. يعني ده كده هيعد 2 1 0 ثلاث عدات. الاب كان بيعد 1 2 3 ثلاث عدات، مفيش اي فرق. الفرق الوحيد ايه هو؟ دوت بيغير لك وضع الكونتاكتس عند كام؟ الداون 2 1 0 عند الزيرو صح؟ فما ينفعش يوم ما احب اصفره اعمل له ريسيت اذا كان هو اساسا بيشتغل عند الزيرو. انا عايز ارجعه تاني لكام؟ عايز ارجعه لكام تاني؟ لثلاثه. فبيسميها لود داتا. لود داتا يعني رجعه لاصله تاني. يعني هي بس ده الاختلاف. بيرجعه لثلاثه. دوت تاني في الكاونتر الاب كان بيعد 1 2 3 عايز ارجعه لاصله فبرجعه تاني لكام؟ ده اساسا بيعد 2 1 0 فعايز ارجعه لاصله ارجعه لكام؟ فما ينفعش اسميها ريسيت، عيب قوي لو سميها ريسيت هيبدعها كام؟ كيف بيسميها لود داتا يعني رجعه تاني للرقم بتاعه اللي هو 3. اللي دي يختصر كلمه لود داتا يعني يحمله البيانات تاني اللي هي بتاعته.